المكرم من أقدم وأعرق مهرجان سينمائي، مهرجان سينما المركز الكاثوليكي. شكرا للأب بطرس ولكل أعضاء اللجنة اللي اختارت. الحقيقة الواحد بيحس إن مشواره ما راحش هجر، وحاسس إن لا، من جد وجد، وأرجو إني أكون من جد وجد. أنا بشكركم، بشكر المركز، بشكر الأب بطرس، الأب لبيب، الفاتيكان، أنتوا زمايلي مش مهم. بشكركم جدا، اسمحوا لي لأول مرة وأنا بستلم جايزة بهذه القيمة العظيمة في حياتي أهديها للإنسان اللي وقفت جنبي لغاية ما أقف على خشب المسرح قدامكم، زوجتي فاتن الكوفي.